بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم مع جولة جديدة في الصيدلية. في حالة اليوم معانا مكمل غذائي سوبر فايبر أكياس، وهو يحتوي على تركيبة رائعة ومن أهمها مسحوق الأناناس ومسحوق التفاح ومسحوق الكيوي ومسحوق الليمون ومسحوق الكمثرى ومسحوق السبانخ ومسحوق الخيار ومسحوق القرفس ومسحوق الكرنب والغردنية الصفراء والغردنية الزرقاء والقمح والشوفان والزبورينا والكوريديرسيبس والعناصر السابق ذكرها مكتوبة بوصف الفيديو. ويعتبر سوبر فايبر تركيبة ممتازة تحتوي على ألياف نباتية والبروبيوتكس والأغذية القلوية التي تعمل معا لدعم وتعزيز صحة القولون، حيث يعمل على إزالة السموم من الجسم، وتعمل ألياف على جعل البراز أكثر ليونة وأسهل في الإخراج، ويعمل أيضا على خفض نسبة الكوليسترول الضار بالدم، ويعمل أيضا على تحفيز نمو البكتيريا الصديقة والصحية في القناة الهضمية. للحفاظ على صحة الأمعاء والمساعدة في مكافحة الأمراض، ويعمل أيضا على تعزيز التمثيل الغذائي وتحسين الهضم وزيادة حركة الأمعاء وإزالة الإمساك، ويساعد في إدارة وزن الجسم. كيفية الاستخدام: كيس أو 2 كيس قبل الإفطار ب15 دقيقة أو قبل النوم أو حسب إرشادات الطبيب. العبوة 30 كيس، سعر العبوة 159 ريال 85 هلة. مع تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية.